www.mansdoc.com. أهم الأسئلة اللي عندك في البكالوريوس اللي هي بكالوريوس الكريموس بتجيلك في امتحان كتير. بكالوريوس الكريموس عندك متقسمة لجزئين اللي هو الإكسوكراين كريموس والإكسوكراين كريموس. زي ما خدنا الفانكشن بتاعة البكالوريوس في إكسوكراين فانكشن والإكسوكراين فانكشن كريموس نفس الكلام. اللي بتيجي في الامتحان ده الإكسوكراين كريموس اللي هي الكارسينوما بتجيلك في الامتحان كارسينوما بكالوريوس. وده اللي فيه مال الاندوكراين تيومر دي كلها شفوي شفوي مش اي حاجه نظري خالص. خلاص انا عايز البنكرياتيك كارسينوما او الاندوكراين تيومر اوف ذا بنكرياس. طيب انا هسيب الكلاسيفيكيشن انت عندك في كلاسيفيكيشن كده للاندوكراين تيومر خلاص مش عايزها دلوقتي. الاندوكراين تيومرز متقسم عندك بناين ومالجنت كل واحده من دول ايبيثيليال وكونكتد تيشو وده برضه ايبيثيليال وكونكتد تيشو. عايز حتى التركيبه ديت ايبيثيليال هنا مثلا يعني زي الادينوما كونكتد تيشو زي اللايكوما هنا ايبيثيليال زي كارسينوما كونكتد تيشو زي الليمفوما. التقسيمه ديت انا عايز بس منها مين اللي هو ده اللي هو البنكرياتيك كارسينوما اللي بيجي زي اي تيومر في الجي اي تي على فكره هي نفس السكيما اللي احنا خدناها قبل كده. بكتيرياتيك كارسينوما هو ده اللي انا عايزه. زي اي كانسر يعني انا هبدا الاول الكيولوجي بعد كده كنا بنقول ان في بريديسبوزنج فاكتور وفي بري كانسر ليجنز صح؟ بريديسبوزنج فاكتور ده عندك متقسمه في عندي حاجات جينيتيك وحاجات انفايرمنتال كوزز. جينيتك قبل كده قلنا ايه الجينات اللي مسؤوله عن اي كانسر؟ قلنا ال بي 53 في عندي حاجه اسمها الكيروس جين خدته قبل كده فاكرينه؟ في الكولون قلنا قبل كده ان البنكرياس والكولون مشتركين في حاجتين الجين وفيما ماركر لو تفتكر فيما ماركر كان ايه؟ كان سي 19 9 صح؟ خلاص وقلنا قبل كده ان البي 35 او بي 53 قصدي ده كان تيومر سبيسور جين. امال الكيو جين ده اونكو جين صح؟ طيب دي كله كلام تحصيل حاصل. طيب وقبل كده برضه خدنا ان في سندرومز اسوشيتد مع بنكرياتيك كارسينوما وحاجات ثانيه زي فاكرين حاجه اسمها لينش سندروم؟ فاكرين لينش سندروم؟ لما قلت لكم لينش سندروم في لينش تايب 1 ولينش تايب 2 ولينش تايب 2 خمسه وكل معاه شويه حاجات من ضمنها البنكرياتيك كارسينوما. طيب خدنا حاجه اسمها البيتز جيجر سندروم خلاص برضه معاها بنكرياتيك كارسينوما. في عندي مثلا باركا سندروم معاها بنكرياتيك كارسينوما خلاص. في عندي سندرومز كتيره اسوشيتد وذ بنكرياتيك كارسينوما. طيب انفايرمنتال زي مثلا السموكينج خلاص زي الاوبيستي الناس الاوبيز خلاص او اللي هم الناس الهاي فات. في عندك الدايابيتس خلاص كل ده اسوشيتد ويز بنكرياتيك كارسينوما. طب ايه كانسر ليجنز؟ دخلنا المره اللي فاتت قلت لكم الكرونيك بنكرياتيتس هي اللي بتخسر صح؟ قلنا الاكيوت لا. وفي عندك حاجه كده بنكرياتيك كارسينوما هايبرباليزيا او البناين تيومرز اوف ذا بنكرياس ممكن تقلب بتخسر. ده الايتيولوجي. المهم تيجي بنكرياتيك. طيب السايت تاني الكلام المهم. احنا خدنا في الاناتومي في عندي هيد وبودي وتيل. ذا موست كومن سايت هو الهيد 70% 20% بودي 10% تيل. ذا موست كومن سايت هو الهيد. طيب بس في تقسيمه في الهيد كده تقسيمه غريبه شويه. بنقسم الهيد كارسينوما حاجه اسمها تولتين وتولتين. تولتين حاجه اسمها الهيد بروبر. كلمه الهيد بروبر يعني الهيد ذات نفسها يعني. هو الهيد يعني. امال التولت ده اللي هو ايه؟ اللي هو حاجه خدناها قبل كده حاجه اسمها البري امبولاري كارسينوما. بري امبولاري كارسينوما خدنا المصطلح ده فين؟ الاوبستراكت جونز لما جيت قلت لك ادي كومن باي دك وادي البنكرياس دك خلاص بيدن اه قلت لك بري امبولاري كارسينوما يعني في مكان حته ده اما في الامبولا او في الحته اللي حواليك خلاص ده معنى كلمه بري امبولاري كارسينوما.
خلاص ثلثين الهيد بول وثلثين البري امبولاري كارسينوما. خلاص طيب الميد اي فيري فيري اي كارسينوما الميد اي شايف عندك نوعين من الورم ممكن يجي في الكارسينوما البنكرياس، حاجه اسمها ميدالري كارسينوما وحاجه اسمها سكيلس كارسينوما، وتقريبا الاثنين عكس بعض. يعني الميدالري كارسينوما ده عيان بيجي لك بتيومر لارج وسوفت ولوبيوليتد، حاجه كده شبيه بالبناين تيومر، خلاص تلاقيه كابسوليتد وزي الفل. امال السكيلس تلاقي العكس، تلاقيه سمول وريجولار وهارد، خلاص يعني واحد سمول والتاني لارج، واحد ريجولار والتاني ولوبيوليتد او ويل كابسوليتد، خلاص واحد هارد والتاني سوفت انكونسيستنس. سيبك من الاثنين دول، اللي انا عايزه اللي بيجي لك في الام سي كيو اللي الدكتور بيسالك فيه في الشكوى، مين الاحسن يا جماعه برايكم؟ البيت ولا البول؟ مين الاحسن في التيومر ده؟ قلت لي 70% و20% صح؟ مين الاحسن الهيد ولا البول؟ مين اللي هيجي لك بدري؟ الهيد ولا البول؟ الهيد ليه؟ عشان هيجي لك تقلي بريزنتر صح؟ فدايما الهيد يا جماعه بيجي لك بسمول تيومر، امال دايما البول بيجي لك ايه؟ لارج تيومر، يعني فين وفين عماله بعيد بريزنتر. خلاص عشان كده البودي دايما ان اوبرابول. عمرنا تقريبا انا شفنا ملايين الحالات بنكريات الكارسينوما، يمكن ما شفتش اللي هي حاله او اثنين ان البودي فيهم اوبرابول. امال كل حالات البودي ان اوبرابول، لان دايما بيجي لك بماس قد كده. امال البودي لا، الماس جايه 2 3 4 سم كده عندي هنا، لانه جايب لي بريزنتر. يبقى ده الاختلاف ما بين الهيد والبودي بالنسبه للسايز. طيب مايكروسكوبيك اكزامينشن شكلها ايه تحت الميكروسكوب؟ تحت الميكروسكوب احنا بنقسم بنكريات الكارسينوما على حسب هي طالعه من الضغط ولا طالعه من الاسي 9 ولا ميكسد. ما احنا عارفين ان البنكرياس جواه ضغط وجواه اسي 9 خلاص. لو هي طالعه من الضغط في انواع كتير من التيومر، بس ذا موست كومن تيومر حاجه اسمها ضغطل سيل ادينوكارسينوما. برضه حاجه طالعه من الاسيناي حاجه اسمها اسينال سيل ادينوكارسينوما اسمها وبيكسل ميكسل. عندك انواع ثانيه كتير، بس عايزك تعرف ان ذا موست كومن تايب هو الدكتر سيل، وذا سكند كومن تايب هو الاسينال سيل. خلاص في عندك انواع ثانيه بقى السكويموس والميوسينوس وما اعرفش ايه، في لا يقل عن 13 نوع من البنكريات الكارسينوما، حتى مش الاربع خمس انواع اللي عندك، بس ذا موست كومن دكتر وذا سكند كومن هو مين؟ الاسينال. خلاص طيب ده المايكروسكوبيك اكزامينشن. السبريد هو السبريد بتاع اي كانسر يا جماعه؟ خلاص يعني ده اخر كانسر في الجي اي دي. خلاص في عندي دايركت صح؟ في عندي ليمفاتيك وفي بلاد وفي ايه؟ ترانس بروتينيال او ترانس سوليد. دايركت انترنسك واكسترنسك خلاص؟ ليمفاتيك احنا خدنا الليمفاتيك دايركت بتاع البنكرياس وعرفنا ان كله بيصب في مين؟ في السيليا. البلاد ليفر لانج بون برين والترانس بروتينيال زي اي ايه؟ ترانس بروتينيال. طيب الستيجنج، الستيجنج بتاع البنكرياس اهيت ستيجنج في الجي اي تي كله على بعضه. يلا بس هو اخر تيومر يعني فهو يعتبر ستيجنج هايل. التي ام ام بتاعه هايبر، التي ام ام بص التي طبعا في تي 0 تي اكس خلاص، تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 احفظها كده، 1 و2 جوه البنكرياس، 3 و4 بره البنكرياس بس. جوه البنكرياس يعني التيومر ستيل لسه جوه البنكرياس. طيب تي 1 لو تيومر اقل من 2 سم، تي 2 لو تيومر اكثر من 2 سم بس ما زال جوه البنكرياس. طيب 3 و4 بره بره يعني انفلتريت سراوندنج. طب انهي سراوندنج بالظبط؟ تي 4 انفلتريشن للسوبيور سنترال ارتري او سيلياك ترانك. ما دول اسوء حاجتين على فكره يا جماعه. لما يكون تيومر انفلتيت السيلياك ترانك خلاص بالسلام، هعمل له ايه؟ يعني اشيل السيلياك ترانك واو سبيوم زنت للقلب. امال تي 3 انفلتريت اذرز اكسبت الاثنين دول. يعني تيومر انفلتريت ديودرام، تيومر انفلتريت بورتال بين، سبيريوم زنت بين مش ارتري، بورتال بين، سبلينيك بين، اي حاجه، اي حاجه تبقى تي كام؟ تي 3. امال تي 4 سبيوم زنت للبوسيلس. يبقى 1 و2 جوه، 3 و4 بره. اقل والله اكتر من 2 سوبيرو بريزنتي فوسيليا كلها. خلاص؟ ال ان مفيش فيها حاجه. ام 0 ان 1 والام ام 0 ام 1. يعني في ولا مفيش؟ بس. ادي التي ان ام بتاع البنكرياس. خلاص ده اللي ايه؟ الستيج. كل اللي فات ده كده شلت حط الخط، اللي فات ده كله مش عارف. ايه رايك؟
بداية المذاكرة بتاعتك من أول السؤال اللي بيجيلك في امتحان الدور مانجمنت اللي هو من أول الكومبليكيشن والتطلع. خلاص اللي فات ده كله خد قراية كده. قراية جايد يعني. هو السؤال الممل اللي هو بيجي كتير مانجمنت أوف بانكرياتيك كارسينوما أو ساعات بيقول لك بانكرياتيك هيت كارسينوما. ايه الكومبليكيشنز؟ الكومبليكيشنز زيها زي اي كانسر صح؟ اشيكسيا، اسوفويد، داسز، بس في حاجات سبيسيفيك للبنكرياس شويه اكوردنج للريليشنز بتاعتها. خد بالك البنكرياس ده يعني ورا منه وجنب منه مصايب صح؟ يعني البنكرياس ده جنب منه مين؟ ديودنم. يعني ممكن التيومر يقفل لك الديودنم يعمل لك انتستاينال اوبستراكشن. طيب البنكرياس الهيد اوف ذا بنكرياس ده انت عندك هنا الكومن بايل ضغط فممكن يجي لك بايه؟ وبستراكت جوندس. طيب خدنا قبل كده ان السبرينج فين بيتحد مع السبرينج سنتر فين عشان يعمل لي مين؟ ها؟ البورتال فين صح ولا غلط؟ طب ما ممكن التيومر ده يقفل البورتال فين هيجي لك بقى بورتال هايبر تنشن يجي لك بقى سايتس يجي لك مصايب ثانيه. طيب خدنا برضه ان ريليتد للاي بي سي ورا الهيد اوف ذا بنكرياس اي بي سي يعني ممكن التيومر يقفل لك مين؟ يقفل لك الاي بي سي شخصيه طبعا بيجي لك بي دي مالار ليمب ودي بي تي ومصايب ثانيه. يعني مصايب البنكرياس كلها مرتبطه بالريليشنز اللي حواليه لان هو عنده حاجات فايتال حواليه منه. طيب ده الكومبليكيشنز. تعال بقى نتكلم على الكلينيكال بيكشر اللي هي متقسمه عندك هيد وبودي. يعني الهيد العام هيجي يشتكي من ايه والبودي هيجي يشتكي من ايه. اهو في الامتحان على فكره ما بيجيبهالكش مكان التصميم ويسكت يقول لك يا هيد يا بودي في الامتحان فانت لازم تتقارن ما بينهم. ده هيجي يشتكي من ايه وده هيجي يشتكي من ايه. بص عشان حتى انت ممكن تكتبها جنب كده عيان الهيد ده هيجي لك ذا ايرنست برزنتيشن جوندس وزاود بين. امال البودي لا بين وزاود جوندس. ده الايرنست برزنتيشن بتاع ده وده. خلاص جوندس وزاود بين بين وزاود جوندس. عايز افهمها دي. دي الحاجه الوحيده اللي عايز تفهمها النهارده على فكره. بعد ذلك الموضوع كله هو العمليات بس بالظبط. عايز اسالك الاول هو الجوندس في البنكرياس سببه ايه؟ سهل. ها؟ وبالصراحه لمين؟ للكومون بايل بقى. طب جميل. البين في البنكرياس سببه ايه؟ وانا قلتها زمان قبل كده. ها؟ كده؟ ستريتش؟ لا. ايه؟ لا ريتروبوتينيا ده يخلي لي البين ورا. انا بتكلم سبب البين في الكانسر بنكرياس ايه؟ كانسر تيومر ها؟ بليكسس انهي بليكسس؟ سيليا بليكسس. فاكرين يا بهوات لما جيت قلت لك اكتر ورمين يوقعوا في الجسم كان مين ومين؟ قلتهم خلاص. اكتر ورمين يوقعوا في الجسم اكتر ورمين بينكم في الجسم والاثنين عشان بليكسس. كان البنكرياس ومين؟ ها؟ اه ريكتر مش كله. ريكتر لما جيت قلت لك الريكتر ريليتد للبلفك بليكسس او السكر بليكسس ورا صح؟ والبنكرياس ريليتد لمين؟ للسيليا بليكسس. انت عندك السيليا ترانك هنا خلاص؟ والسيليا بليكسس حواليها. اكتر ورمين يوجعوا في الجسم دول بنكرياس وريكتر وهم دول الاثنين الوحيدين اللي هتلاقي في المانجمنت في فاليشن اوف ذا بين. بس لان فعلا اللي عنده يصاب من كتر الوجع. طيب ركز معايا انت السيليا مكانها هنا والكوم بايل ضغط هنا. انت عندك تيومر اهو وعندك تيومر اهو. خلاص التيومر اللي في الهيد مين القريب منه؟ الكومون بايل ضغط ولا السيليا؟ ها الكومون بايل ضغط صح. فالعيان هيجي لك بايه؟ هيجي لك في الاول بجوندس ويزود بين يعني بين الجوندس صح؟ تمام. امال لو تيومر في البودي مين القريب بالنسبه له؟ ها الواد بالنسبه له سيليا ترانك صح ولا غلط؟ يعني هيجي لك الاول ببين وزود جوندس. امال الاند ستيج الاثنين هيجوا بالاثنين يعني سواء بودي او هيب هيجي لك بقى بجوندس وسبين الاثنين على بعض. بس لما التيومر يبقى ايه؟ يبقى قد كده. طب ملاحظه صغيره كده يعني انت عايز تقول لي ان الايرلست برزنتيشن بتاع البودي سيليا ترانك يعني الايرلست برزنتيشن دي كام؟ صح ولا غلط؟ مش احنا لسه قايلين من شويه ان السيليا ترانك تي 4 صح؟ هو كده فعلا هو ده فرق ان الايرلست برزنتيشن بتاع البودي تي 4 عشان كده زي ما اتفقنا ايه؟ على طول ايه الاوبر؟ على طول خلاص نادرا لما يجي لك عيان اوبر ولا جنب منه السيليا ترانك على طول يبقى
الهيد والبودي المقارنه بينهم ده جندس وزود بين ده بين وزود جندس ولكن الليت ستيج يجي لك ايه سواء ده او ده هيجي لك بالاثنين مع بعض بين وجندس طيب تعرف كل الكريتيريا بتاعت الجندس هنا خدتها قبل كده اس بي 4 خلاص بس هفكرك بيها مش احنا خدنا المصطلح الجندس مش خدنا حاجه اسمها الكالكر او حاجه اسمها مالجنن فاكرين الجدول الفرق بين الكالكر ومالجنن اهو هنا بقى هتلاقي مكتوب عندك اه اللي هو جراديوال اونست وبروجريسيف كورس وشورت ديوريشن فاكرين يا جماعه معلومه لما جيت قلت لك البلي امبوليا كارسينوما كان فيها حته كده قلت لك مهمه قوي ايه هي الكرايتيريا بتاعت البلي امبوليا الدياجنوستيك كرايتيريا في الهيستوري ريميشن كان اوكي ايه؟ وانس تايم صح ولا غلط مكتوب عندك يبقى ريميشن كان اوكي في البلي امبوليا كارسينوما بس ايه؟ وانس تايم مش كده ولا لا؟ طيب يبقى مفيش جديد هنا يبقى ده جوندس وزود بين ده بين وزود جوندس بعد كده في عندك حاجات ثانيه بقى في البرزنتيشن اللي هو ايه سواء ده او ده ممكن يجي لك بماس ممكن يجي لك بانيميا اسينيا انوركسيا خلاص الحاجات دي خدتها قبل كده تمام طيب الساينس افحص العيان افحص العيان اي كانسر يا جماعه جنرال او لوكال ست حاجات وست حاجات ومش هقولهم بس هفكرك بحاجه من ضمن الست حاجات بتوع الابدومينال اكزامينشن اخبار الجول بلادر ايه اخبار الليفر ايه اخبار السبلين ايه اخبار الجول بلادر بلبه ولا نوت بلبه كنت فاكرين الكوبوازيل لو لما قلت لك ما بينها قلت لك في الكالكولار ها ابص لك جونس جول بلادر نوت بلبه ولكن في المالجنا انت جول بلادر ايه بلبه يعني الجول بلادر از سينز طب الليفر اخباره ايه ها اللارج لانه مستقر جوندس صح ولا غلط طب السبلين اخباره ايه بتلاقي اللارج بلب اه بنسبه 10% بس سبب السبلين اللارج من ايه ها قلتها قبل كده قلت لكم عشان اوبستراكشن السبلينك او البورتال ده هيديني ايه؟ ها؟ بورتال هايبر تنشن يكبر السبلين، يعني خد بالك بقى السبلين بيكبر، الجول برادر بتكبر، الليفر بيكبر. الثلاثه بيكبروا خلاص؟ الليفر عشان اوبستراكتيف شولدرز، الجول برادر عشان الكوبوازيل لو، والسبلين عشان البورتال هايبر تنشن. خلاص؟ دول الثلاثه تلاقيهم اكستندد قد كده. غير طبعا المونيفستيشن بتاعت اي كانسر. اللي هو السيستر جوزيف نجيرو مالجنا انتاسايتس الحاجات اللي احنا بناخدها في اي ايه؟ في اي سكيم. يبقى ده الميجا بيكشر بتاع الهيد والبول. خلاص؟ ما تنساش الثلاث حاجات دول بول براذر والليفر والسبلين. طيب ده الميجا بيكشر. طيب انفستيجيشن ما فيش فيها ولا كلمه جديده. عايزه ايه؟ اسينيا انيميا انوركسيا طيب انفستيجيشن ايه الانفستيجيشن بتاعك الانفستيجيشن اللي قدام عينك ده لو عايز تجيب القلم وتشطبها كده اهو اشطبها وسيكتوس از وبستراكتيف جوندس وهي هي بالظبط هي نفس ما فيش ولا كلمه زياده ولا كلمه زياده خلاص كده لا بيولوجيكال بقى هي هي بالظبط ما تقعدش تحفظ ايتمز ثانيه بس عايز افكرك بشويه حاجات في النص افكرك بس مش اكتر يعني قلت لك التيومر ماركر بتاع البنكرياس كان ايه؟ ها؟ سي اي بس الاهم بالنسبه لي هو سي اي ها؟ 19/9 دي اول حاجه عايز افكرك بيها. ثاني حاجه عايز افكرك بيها ينفع تاخد بايوبسي من بنكرياس؟ ينفع كونترا انديكيتد قلت لك كونترا انديكيتد بايوبسي في مين؟ في ليفر وبنكرياس وجدني. امتى تاخد بايوبسي يا ابني في بنكرياس زيها زي الليفر بالظبط؟ لو ادفانسد او سسبكت لينفوما صح؟ طيب افكرك بحاجه ثالثه ذا موست دياجنوستيك انفستيجيشن ايه؟ ها اعدمك سي تي يا بهوات قلت لكم يا بهوات في الثلاثه اورجنز دول سواء بنكرياس او ليفر او كيدني ذا موست دياجنوستيك هو مين؟ سي تي مش حاجه اكتر من كده بس انا عايز افكرك بالثلاث معلومات دول عشان هم في وسط الكلام خلاص يبقى اهم انفستيجيشن هو السي تي انا بشخص مكان الكرسون بالسي تي مش باي حاجه ثانيه تمام ده الانفستيجيشن طيب يبقى الانفستيجيشن اللي عندك عايز تشطبها وتكتب هي هي انا بستنتج جوندس بس ما تنساش شويه الحاجات دول تعالى على التريتمنت بقى بس خلص خلص الموضوع اهو التريتمنت هو ده الجديد الوحيد اللي عندك هتكلم على الكوبرا والكيسز والكوبرا عندك هيب وبودي يا ترى الهيب هتعمل له ايه والبودي هتعمل له ايه انا هبدا بالبودي الاول لو العيان خد بالك لو العيان كوبرا وتجيبه عندك هنا هتعمل ايه؟ بص ببساطه شديده جدا احنا بنقوم جايين كده اهو عند الرجل قاطعين ونشيل كل ده. يعني ايه؟ انا بشيل بودي ما
بشيل تيل بشيل سبلين حاجة اسمها ديستال بانكرياتيكتوم زائد سبلينكتوم واجي على بقيه البنكرياس هنا واقوم جاي مخيطه كده حط الرنج واقفله خلاص يعني باجي عند النت واقوم جاي قاطع اشيل البودي والتين واشيل السبلين معايا دي بشيل السبلين وده سبب سلوك الشفا دي بشيل السبلين خد بالك مع ان انا ممكن في وقت من احافظ على السبلين عشان بس ما تجيش تقول لي عشان بلاد سبلاي لا خلاص يعني هقول لك حاجه انت عارف لو بتشيل بودي وتين انا هجاوب لك السؤال اهو عشان بناين تيومر يعني عشان كرونيك بانكرياتايتس بحافظ على الاسبرين امال بشيل بودي وتيل عشان كانسر لازم اشيل الاسبرين يبقى السبب ايه؟ سبريد سبريد ايه يعني؟ ما احنا قلنا من شويه انا ممكن احافظ على بلاد سبلاي لو تيومر مش انفلتريت الاسبرين فين ولا ارض؟ لمفاتك مش احنا قلنا يا بهوات ان البودي والتيل بيروح بيدرين الليمف نود اللي هنا صح وقلنا قبل كده اي ليمف نود جوه الغير موف ذا سبرين مش حاجه اسمها انا اقعد انقيها زي ده الاستومك كده بشيل السبرين بالليمف نود اللي جواه يبقى انت بتشيل السبرين في كانسر بودي ليه؟ كله عشان ليمفاديكتومي يعني عشان راديكاليتي يعني الكلمه اللي احنا حافظينها كل كانسر خلاص يبقى بشيل السبرين عشان الليمف نود اللي جواه امال لو انت بتشيل عشان كونيك بانكرياتايتس بس عشان احنا خدنا المره اللي فاتت كونيك بانكرياتايتس يجي لك بمس لو انا عندي مس في الاوضه بتشيل بسبب كونيك بانكرياتايتس انا ممكن احافظ على السبرين ما بشيلوش خلاص يبقى ده اسمه ديستال بانكرياتيك تيومر ويست كيس بلينيك طيب ده البوت دي عمليه واحده بس تعالى على الهيد بقى الهيد ده مصيبه المصايب الزرقاء لو انت عندك تيومر في الهيد هتعمل ايه؟ عندك كذا عمليه ذا ستاندرد اوبريشن خلي بالك من كلمه ستاندرد دي ستاندرد يعني الاساس اهو لو ادي الاستومك وادي البنكرياس اهو سيادتك عندك الرايت والليفت وعندك الجول بلادر والكومن بايل دارت اهي شوف بقى احنا بنعمل ايه ركز معايا سيادتك مش كده باجي بالمشرط بتاعه جاي قاطع من هنا كده هشيل الجول بلادر السيستك وكل الكومن بايل بقى هقطع هنا هشيل البايلوس واكيد طبعا هقطع كده هشيل الهيد واشيل الديودنم وما جاتش على كمان حته منين؟ من الجزر بسم الله ما شاء الله ده الستاندرد اوبريشن ده الستاندرد اوبريشن خليت العيان يعني تقريبا شلت المنطقه دي كلها خليكتومي شليكتومي سميها زي ما تسميها هي اسم عمليه بنكرياتيكو ديودونيكتومي بنكرياتيكو ديودونيكتومي او الاسم طبعا المشهور بتاعها ويبل اوبريشن لو نسيت ويبل اضربك بالجزم ايه ده شيل كل ده بسم الله الرحمن الرحيم بتجيب من فوق خالص تقوم جاي قاطع وشايل كل ده ليه؟ مسكها واحدة واحدة كل حاجة ولها تفسير يعني مش مكتوب عندك التفسيرات بس كل حاجة ولها تفسير نبدأ بأسهل تفسير فيهم ليه بتشيل الديودر مع الهيد؟ مع إن ما تقوليش انفلتريشن حتى لو تيومر 1 سم ربع سم بشيل الديودر معايا ليه؟ ايه؟ الله ينور عليك الاثنين نفس البلاد سبلاي يعني ايه مش احنا هنا سوبيريو وانفيريو بنكاس ديودنال فانت سيادتك لو عايز تشيل الهيد بس هتربط ده وهتربط ده لما تربط ده وده ديودر هيبقى سكيمك السلام يبقى ليه بتشيل الديودر ذا سيم بلاد سبلاي ادي اول حاجه فسرتها طيب ليه بتشيل الكول بلادر بالكومبايل بار مع ان التيم تحت خالص ما تقوليش ذا سيم بلاد سبلاي لان اصلا البلاد سبلاي بتاع الكول بلادر والكومبايل بار جالك منين؟ جالك من فوق جالك منين؟ من رايت لبك صح؟ ليه بتشيل الجول بلادر بالكون بايل بلادر؟ ايه؟ لا انا بس رجعت من فوق اصلا وانا قلتها قبل كده برضه ممكن عشان الكلام بتاع الجول بتاع الجاتيتون ممكن بلاقي نسيتك قعدت تقف فين؟ فاكرين الليمف نود اللي هنا؟ كان اسمها ايه؟ الليمف نود بلونت قلت لك الليمف نود دي بتدرين ايه؟ بتاخد منين؟
بتاخد من هنا الرواتب. يعني لما يكون كانسر هيد بنكرياس بيروح بيدرين فين؟ الليف نود بلون. ده معناها ان الليمفاتكس اللي هنا كلها افكت. يعني يا استاذ انت بتقطع كده بتشيل الليف نود بلون فيما تحتها عشان كل ده افكت. ماشي انا فهمت دي كمان. يبقى ليه بتشيل الجول بلادر وكل الكوموبايل ده؟ هتقوم قايل عشان مين؟ عشان الليف نود بلون يا بيه بتدرين الكانسر هيد بنكرياس، فكل الليمفاتكس ده افكت فانت بتشيلها كلها. طيب يبقى لي حاجتين اتنين، دول بقى اسهل حاجتين. ليه يا ابني بتشيل البيلورس وبتشيل حته من الججره؟ ده كسيفتي مارجن بس، خلاص البيلورس. وحتى ساعات هقول لك كمان شويه احنا ممكن نحافظ على البيلورس، يعني مش شرط اول شيء، بس في الويبر الستاندرد بشيل البيلورس، بشيل البيلورس وحته من الججره كسيفتي مارجن. الحمد لله يبقى انا عرفت ليه بشيل كل ده. طب جميل، شلت انت كل ده اهو، اهو شلت انت حته من الججره، شلت الهيدو زي ما كيريتس، وشلت الديودنو، وشلت كل ده كل ده كل ده كل ده اتشال. يا لهوي، طب وبعدين؟ اسيب الدنيا مفتحه كده؟ اسيبها كده مفتحه؟ لازم نعمل انستموز. بتعمل انستموز ازاي؟ بص سيبك من المذكره اللي معايا. ممكن عشان ايش؟ عشان لا سألش. انا بقول لك الديدون كده كده بيتشال عشان كذا. فهمتني ازاي؟ بس هل ممكن احافظ عليه لو التيومر بعيد عنه؟ لا. ها؟ انا اقصد ان هو يعني هو الديدون ثانية واحدة هو البيض. ماشي جميل. البيلوز ده فين؟ فوق. فوق؟ والله؟ بالظبط كده، هو قدام التيوم ده، هو لازق على التيوم اصلا صح؟ ما هي رسمه كده، بس هو الاستومه دي مفروض فين؟ على التيوم اصلا، فانا بشيلها بالتيوم. فهمت ازاي؟ يعني الرسمه دي مبسطه. طيب الحاجات اللي مهوقه ومفتحه دي اوصلها ازاي ببعض؟ ريح دماغك، مش ده الجيجرم؟ هتقوم الجيجرم ده اهو وزع فيه كل حاجه. ده اهيب حاجه على فكره. يعني اقفل الاند ده هيك وتعالى ازرع الكومون هيباتيك بات في الجيجن اللي هي بنسميها هيباتيك اوجيجينوستي، وزع الاستومك في الجيجن اللي هي جاستروجينوستي، وزع البنكرياس في الجيجن اللي هو بنكرياتيك وايه؟ جيجينوستي، يعني زعل كل حاجه في الجيجن. صح؟ طبعا بص بقى الانستموزس او الريكونستراكشن اوف ذا ويبر فيه اكتر من 100 فاريشن. يعني ساعات بدل ما يزرع اند تو سايت، مش دي معموله اند تو سايت؟ ساعات بيوصلوها اند تو اند، يعني يجيب الججر ده ويلبسه كده. خلاص؟ ادي حاجه. مثلا ساعات بدل ما يزع البنكرياس هنا اهو، لا احنا اصلا بنزع البنكرياس هنا اهو. وعلى فكره ده احسن بكتير بالنسبه لنا. يعني بزع البنكرياس جوه الاستومك. بعمل بنكرياتيكو جاستروستو وليس بنكرياتيكو جينوستو. وده ذا بيست تايب اوف انستموزس. ليه؟ لها تفسيرات كتير. يعني يمكن اشهر تفسير لها او احسن تفسير لها ان الاستومك از هايلي فاسكولار، الججنم ليس فاسكولار، فبالتالي الاستموز مع الاستومك احسن من ايه؟ احسن من الججنم. على فكره اللي بيموت العيان بعد الويبل البنكرياس ده، ليكج من البنكرياس ده اللي بيموته فعلا. يعني تسمع مثلا عيان عمل ويبل عندنا في المركز ومات، مات من الليكج بتاع البنكرياس. ليه؟ هو البنكرياس ده مش بيطلع انزيمز يا جماعه؟ بيطلع انزيمز، الانزيمز ده بتروح تاكل لك الاستموز، تاكل، ما انت مش عامل غرز صح؟ اهو الانزيم ده بيروح ياكل لك الغرز، تلاقي البنكرياس ده بعد اربع خمس ايام من العمليه تلاقيه فتح في بطن العيان، بس فتح يا عم حتى لو فتحناه تاني وعملنا سموس تاني عم بيموت، انتهى الموضوع خلاص. عشان كده احنا بنزع البنكرياس في قلب الاستومك. ليه؟ اولا انت مش عندك اتش سي ال هنا؟ الاتش سي ال ده بيروح يعمل لك انهبيشن للبنكرياتيك انزيمز. البنكرياتيك انزيمز تطلع تقوم اتش سي ال يعمل له انهبيشن، انا مش عايز ام الانزيمز في حاجه. طز هبقى له من بره. خلاص؟ تمام؟ امال انا عايز مين؟ اهم حاجه عندي مين؟ كورتيسونين، هو ده اللي انا عايزه. خلاص؟ فانا بزع البنكرياس في الاستومك عشان الاتش سي ال يعمل انهبيشن للايه؟ للانزيم. دي الحاجه، الحاجه الثانيه ان الاستومك از هايلي فاسكولار، فبالتالي الحاجتين دول يخلوا لي الاستموز ده ايه؟ قوي جدا، يقلل الانسنس اوف ليكج. فاحنا على طول الستاندرد حاليا بنزع البنكرياس مين؟ في الاستومك. خد بقى كده فايتس كتيره يعني. ده يعني في مليون فايت في الانستموز بتاعك، بس عايز تسهلها عليك انت كاندر جرادويت، كبر دماغك. كل حاجه بزعها في مين؟ في الجيجنم. يعني بزع كومون هيباتيك في الجيجنم، استومك في الجيجنم، بنكرياس في الجيجنم. خلاص؟ ده الستاندرد اوبريشن. يبقى الستاندرد اوبريشن بنكرياتيك وديودريكتومي، وهي بتنسى كلمه ويبل اوبريشن. طيب رقم اثنين، في واحد كاتوس كده يعني حبيب امه وابوه اسمه لونج ماير. لونج ماير
كل اللي حزقوا في الدنيا باللي انت شفته ده هو ام البيولوجس. وقال لك انا هعمل حاجه اسمها بايلوس بريزرفنج اوبريشن، يعني بروح كيزه لمؤاخذه انت سبت كل حاجه وامسك في البيولوجس. قال لك انا هحافظ عليه عشان ما زعلتيش، ها ما زعلتيش اهو انا حافظت عليه يلا خلاص. وقام يسميه باسمه طبعا، يعني هيفت امك يعني على الصبح، يعني حافظت ما حافظتش، يعني جت على دي اللي هتفرق مع العيان ولا بتفرق في حاجه. تعالى بقى المصيبه الكبرى رقم ثلاثة، ساعات بعد ما شلت المصايب دي كلها بشيل البنكرياس كله كمان، يعني بعمل توتال بنكرياس. خد بالك توتال زائد الويبل، توتال زائد الويبل، يعني انت تعمل توتال بنكرياس. ها لو هو مالتي سنتر صح ماشي، ادي اول واحد. يبقى لو هو مالتي سنتر ايه كمان؟ يعني لو تيومر جاي لك مش في هيد بس، في كذا حته مالتي سنتر، او تيومر في الهيد واكستند للبودي ماشي، هيد واكستند مين للبودي. اهم حاجه عندي بقى عشان دي جت ام اس كيو قبل كده، لما يكون اون توب اوف كرونيك مانكيلاس. احنا اتفقنا من ضمن اهم البري كانسر ستيشن هي كرونيك مانكيلاس. انت سيرتك لو انت عندك بنكرياس في كونيك بنكرياتايتس وعندك تيومر هنا وجيت قطعت بقيه البنكرياس ده اخباره ايه؟ في كونيك بنكرياتايتس. اولا تنفع تعمل انسموس بعد بنكرياس في كونيك بنكرياتايتس؟ لا، ده يفتح ثاني يوم بقى. الحاجه الثانيه هو اصلا بري كانسرس، انت سايب لي بنكرياس بري كانسرس بنطلع نشيل بنكرياس كله. نفس الكلام اللي سبليت وقال المره اللي فاتت، هو نون فانكشن، نون فانكشن ده خالص. هو الليفر لما يبقى سيروتك، سيروتك خالص وما عادش له فانكشن؟ ها؟ لا، صح ولا غلط؟ يبقى ثلاث حاجات اهم، ثلاث عمليات، هو ده التريتمنت اوف كانسر في البنكرياس. الستاندرد مين؟ ويبل، ده الستاندرد او بنكرياس ديدريك. ممكن احافظ على الفيروس، ممكن اشيل بقيه البنكرياس. دول الثلاث عمليات بتوع مين؟ بتوع الكانسر. ايه ده؟ ان بلوك، ان انا بشيل كله مع بعض. يعني ايه؟ سمعتكم بتسعى على كلمة عندكم اسمها ان بلوك. ان بلوك ديت يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اشيل الكون بلادر والكون بلادر اكتب لوحدها، واشيل الديدرم لوحده والبنكرياس لوحده والبيروس اشيلهم حته لوحدها. لا، انا بشيلها لوكشه واحده. ها خلاص باللغه بالعامه لوكشه، لوكشه يعني لازم ده كله وان ماس، بتطلع وان ماس، ما ينفعش اقعد ايه اقطعها حته بحته. خلاص ده لو عيان اوفرابول. انا لو عندي اوفرابول بودي هعمل ديستال بنكرياتيكتومي زائد سبلينكتومي، ولو هيد في عندي ثلاث عمليات. طب عيان ايه اوفرابول يا جماعه؟ طبعا ايه اوفرابول عامل ميتاستاتيك مثلا انفيت، هتعمل ايه؟ ان اوفرابول كيسز ان اوفرابول بيساوي بالياتيف تريك. بالياتيف ليه يعني؟ اهو اديني اكزامبل. لو انت عندك لو انت عندك كومن بايل ضغط، عندك تيومر قافل لك كومن بايل ضغط، عامل لك فوسفات في الجونز، ايه الفاريشن هنا؟ ها صح؟ ايه ار سي بي وحط ستنت؟ ايه كمان؟ ساعات على فكره بخش بالاي ار سي بي ما بعرفش احط ستنت، التيومر قافل قفل طين، ما بعرفش اعدي الستنت حتى. ها ايه البديل؟ ها صح؟ اعمل باي باس. باي باس مش احنا خدنا قبل كده، انا ممكن اعمل كوليسيستوجينوستومي، هيباتيكوجينوستومي، اي حاجه. طيب ده فاريشن الفوسفات في الجونز. خلاص يبقى البصات في الجوندس اول حاجه زي ما انت قلت ايه ار سي بي او سيرجن، اعمل باي باس. طيب ها رقم اثنين، لو في ديودنال اوبستراكشن يا جماعه، فيما قافل لك ده، ها جاي لك بنظام سكشن، اعمل ايه؟ ها صح خدتها 100 مره قبل كده، ان انا هروح اعمل ايه؟ ها جاستروجينوستومي. فده لو ديودنال اوبستراكشن. طب رقم ثلاثه بقى، بين بين ثم بين ثم بين ثم بين. لو عندك جاي لك بسيفير بين، على فكره والله موفينات الدنيا ما بيجيبش نتيجه. شوف ادي موفينات زي ما انت عايز تدي، ما بيجيب ما بيفتحش. امال حلها الوحيد ايه؟ باجي على السيدر بريكسس ده هيك، اخش بالترا ساوند جايدد او سي ارم جايدد، واروح احقن فيها قلبه اموتها. حاجه اسمها سيلياك بلوك. احفظ الاسم ده كويس قوي، لانك انت هتسمعه في حياتك كتير جدا. هي انا عنده كانسر هيد، يقول لك كانسر في الجهاز، صح حاجه اسمها سيليا بلوك. خلاص على فكره بتتعمل كتير قوي عندنا بتوع الاشعه اللي بيعملوها، مش احنا مش الجراحين، يخش يحقن قلب حل يدمر لك السيليا بريكسس خالص. تمام؟ ده الايه؟ الفاريشن الان اوفرول كيسز. ده البنكريات الكانسر، ده اللي انا عايزه في البنكريات الكيوز. تعالى بقى كده كلمتين
عن الاندوكاين تيومر الشفوي او الام سي كيو، وما نظري لا. الاندوكاين تيومر اوف ذا بنكرياس انا عايز اعرف انواع الاندوكاين تيومر ايه؟ وفي عندك تقسيمه كده غبيه، وانا بعترف ان هي غبيه، انا مش عايز تعرفها ما تعرفهاش. متقسمه عندك حاجه اسمها انتوبيك واكتوبيك. انتوبيك تيومر واكتوبيك تيومر، تقسيمه يعني في غايه الغباء. يعني ايه انتوبيك ويعني ايه اكتوبيك؟ انتوبيك يعني تيومر بيطلع هرمون اوريدي طالع من البنكرياس، ويكتبك هرمون مش طالع من البنكرياس، فاحناش فاهمين حاجه. طيب بلاش. هسألك سؤال، مش من ضمن التيومرز الجاسترينوما مثلا؟ ده اللي احنا عارفينه اشهر تيومر، صح؟ هو الجاسترينوما ده تيومر بيطلع ايه؟ جاسترين؟ تيومر بيطلع ايه؟ جاسترين، ماشي؟ هو الجاسترين ده اصلا تيومر اللي بيطلع منه؟ من البنكرياس؟ لا، بيطلع من ايه؟ من الاستومك، صح؟ يبقى ده يكتبك. يبقى اول واحد في الكتوبك حاجه اسمها جاسترينوما، اللي هي الزولينجر انسون سندروم، لان التيومر ده بيطلع لي هرمون ما هوش طالع من البنكرياس اصلا، ده طالع من مين؟ من الاستومك. طيب في تيومر ثاني اكتوبك حاجه اسمها بايبوما. حاجه اسمها ايه يا اخويا؟ بايبوما. تسمعوا عن البي اي بي هرمون، فاكرينه؟ كان اختصار ايه؟ كان فازو اكتف انتستاينال بالطريق هرمون. التيومر ده الهرمون ده طالع من اصلا من الانتستين، يوم ما يطلع من البنكرياس يبقى ده ايه؟ يبقى ده اكتوبك، خلاص؟ يبقى هما اثنين اكتوبك على فكره بس. اثنين اكتوبك اللي هما جاسترينوما وبايبوما. طب انتوبك بقى؟ انتوبك تيومر يطلع هرمونات طالعه من البنكرياس، ازاي؟ رقم واحد كلوكاجونوما. كلوكاجونوما بيطلع كلوكاجون. مش احنا خدنا من في الاناتومي ان في الفا وبيتا وديلتا سيل، صح؟ اهو ده اللي بيطلع من الالفا سيل. اللي هي كيسة. طيب هنا انسلينوما. انسلينوما ده اللي طالع من البيتا سيل. طيب رقم ثلاثة السوماتوستاتينوما. يعني ده اللي طالع من ايه؟ من الفا بيتا ودلتا سيل. صح؟ ده بيطلع سوماتوستاتين. عندك بقى حاجات ثانية كتيرة. عندك زي كارسينويد، بكتيرياتيك بولي بالطيب، بس كفاية قوي الثلاثة دول. كفاية عليا. يبقى أنت عندك هنا ثلاثة، احفظ دول ثلاثة كفاية ودول اثنين. خلاص؟ كلوكاجونوما، انسلينوما، سوماتوستاتينوما، جاسترينوما، بايبوما. بس لو الدكتور سالك ايه الاندوكراين تيومر اللي انت تعرفهم في الصوره دول؟ ذا موست كومن تيومر فيهم مين؟ مين اشهر واحد نسمع عنه؟ انسلينوما. مين ثاني اشهر واحد نسمع عنه؟ جاسترينوما. بس تحفظ كلمتين تحت ده وكلمتين تحت ده، مش عايز اي حاجه ثانيه. كلمتين هنا وكلمتين هنا، كلمتين، معنى كلمه كلمتين يعني. تعال نشوف الكلمتين اللي عن انسلينوما. على فكره مشهوره قوي ولسه انا شايفها قريب يعني. انسلينوما. شويه كده انت عارف زي هديك ايه نقط كده، واحد اثنين ثلاثه اربعه تعرفهم عن انسلينوما وخلاص. اول سؤال اساله لك في الشفر، هو ايه التيومر ده بناين ولا مليجن؟ بلاش، كل التيومرز اللي فاتت دي بناين ولا مليجن؟ انسلينوما، جاسترينوما، سوماتوستاتينوما، كلوكاجونوما، اوما 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 اوما. ها بناين ولا مليجنان؟ ها؟ اعدم ميدي بناين ميدي مليجنان. هذا اول خازوق الاسم. كل الاندوكراينال تيومر ميدي بناين ميدي مليجنان. هذا اول كلمه محتاجها. يبقى اول كلمه تحت الانسلينوما. هي موستلي بناين 90% بس 10% مليجنان. مع ان اسمها انسلينوما، ما انا عارفكم اوما ديت بتوديكم في داهيه. خلاص؟ طيب ادي اول معلومه. تاني معلومه في الانسلينوما، فاكرين حاجه كده قبيحه اسمها مين سندروم؟ فاكرين مين سندروم؟ والنبي حد يفكرني بيها كده صراحه نسيم. ها مين تايب 1 وتايب 2؟ الحمد لله والله افتكر. واحد اثنين واحد اثنين تاني اللي هو الكبري والبواطن. يا رب يا رب يا رب يكون في بطن اعمى يتهلك. مين طيب 1 ومين طيب 2؟ مين طيب 1؟ اتفقنا ان هم كانوا ثلاثه بي بتيوتري رقم واحد، خلاص؟
بنكرياس رقم 2 باراثايرويد. البنكرياس المقصود بها 2 بس، 2 بس مش كل الاندوكراين تيومر اللي هم مين بقى؟ انسينوما وجاسترينوما. الله، يعني انسينوما مين بي ابارت اوف مين تايب كام؟ تايب 1 فقط. امال تايب 2 كانت ايه؟ هي كانت ايه وبي؟ انت فكرني كده بالايه؟ تايرويد فيها حاجات تايرويد. الله ينور عليك يا زهره، عليك فيها تايرويد. ايه بهواك من تايب 2؟ اذكر اي حاجه يا حبيبي، دي مش فاهم مكونه سباجيتي. مكونه سباجيتي في الصندومات الثانيه. ها من تايب 2 صح. هما ثلاث حاجات، رقم 1 سايرويد، رقم 2 الفيوكوموسايتوما، رقم 3 الاسهل واحده فيهم الباراسايرويد. يبقى هو سايرويد وباراسايرويد وفيوكوموسايتوما. ما علينا، عادي، اصل على فكره اللي هيبتدي هيبقى الضلمه. يعني اللي انتوا فيه ده طبيعي اصلا، اللي انتوا فيه اللي انتوا ما تفهموش ده طبيعي، دي بني ادم غير طبيعيه اللي هي افتكرت حتى اصلا هي عباره عن ايه. خلاص، انك الطبيعي حاجه خدناها من اول السنه، فبتفتكرها دلوقتي تبقى حمار لو افتكرتها. اه والله. المهم من طيب خلاص، يبقى اول حاجه عايز اعرفها ان هي مين دي ناين مين دي مالجنت. تاني معلومه عايز اعرفها الديزابارت اوف من طيب 1. الكلام ده بيجي لك ام اس كيو على فكره، النقطه اللي انا بقول لك عليها هي دي بتاعت ام اس كيو. طيب رقم 3 قول لي يا ولد، انت نوع بيكتس هرمون ايه؟ وجدابي؟ لا ما كنتش عارف. صح؟ طب الانسولين لما يكون عالي حلو؟ لما يكون ايه ده؟ بجد والله ما كنتش اعرف، هيدخل في هايبوكلاسيميك كوما صح؟ مش كده ولا لا؟ طيب سؤال، ايه الكرايتيريا بتاعت الهايبوجلايسيميك كوما؟ حد فاكر وجود التوالت؟ نص اللي قاعدين فاكرينهم والنص الثاني لا، لان النص كانوا بياخدوا عند فلان الفلاني ما بيديش كلمه وجود التوالت، والنص الثاني بياخد عند فلان الفلاني بيدي وجود التوالت، صح ولا غلط؟ صح؟ مش كده؟ ايوه، في ناس بتنجح. ما هو البطاقيه برضه يعني ارزاق، يعني في حاجه اسمها بهوات وبنتريات في الهايبوجلايسيميك كوما اللي انا بديها لك. انا في دكتور مره سال قال له كم ويبل عندك تعرف؟ الاثنين هم في شابتر واحد. ويبل اوبريشن وبنتريات. وبنتريات بتاعت الهايبوجلايسيميك كوما اللي انت عارفينها. ايه بقى الكرايتيريا؟ رقم 1 مانيفستيشن اوف هايبوجلايسيميك. رقم 2 جلوكوز اقل من 50%. رقم 3 ادي الجلوكوز عندك ده. صح؟ ده كلام متاخد في بطن عزيز. ايه ده؟ كنت عارفها؟ ها؟ بس المهم في نص ما يعرفوش اصلا، ما يعرفوش يعني ايه كلمه دوبل طيار، ما خدوهاش في البطن. خلاص، عند الفلان الفلاني اللي بيشطب كل حاجه فما بيجيش. طيب المهم، يبقى اول حاجه مين دي ديفاين ايجل ايجنت، ثاني معلومه من تايب 1، ثالث معلومه ودوبل طيار. رابع حاجه الانفستيجيشن مش محتاج حاجه. بص يا جماعه، الانفستيجيشن بتاع اي اندوكراين تيومر، انا عايز اشخص الهرمون اللي طالع وعايز اعمل لوكاليزيشن للتيومر، صح؟ يعني الهرمون اللي طالع عشان اشخص انسولين عالي ازاي يا ولا منك له؟ شوف انسولين ليفل، السي بالتايب، صح؟ البلاد جلوكوز. طب اعمل لوكاليزيشن ازاي للتيومر؟ سي تي، الترا ساوند، اي حاجه. طب تعالج ازاي؟ ايه التريتمنت؟ ها؟ ايه التريتمنت؟ على فكره ذا مين لاين اوف تريتمنت هنا انيكيوليشن. انيكيوليشن يعني اخش اوضه واخد. يعني هنا مش شرط اعمل ويبل. احنا اتفقنا ان هي مصد لايه؟ بناين. مصد لايه؟ بناين. احنا بنخش نعمل انكريشن ونوصل. خلاص؟ كفايه قوي كلمه انكريشن، والنبي ما تقعدش تسال في اي حاجه ثانيه، كفايه الكلمه دي بس. يبقى ده الانسلينوم. يبقى انا عايزه في الانسلينوم مي بي بناين او مصد بناين من باي 1 ويبل توياد انفستيجيشن مش مهمه تريتمنت انكريشن. طب تعالى على الثاني اخر حاجه جاسترينوما. جاسترينوما. ها أول كلمة ميبي بناين ميبي مالجنت. رقم 2 ها من تايب كام؟ تايب 1. رقم 3 بقى هنا في عندي حاجة اسمها السايت. في حاجة اسمها جاسترينوما تراينجل بيتساب في الشكل. حاجة اسمها جاسترينوما تراينجل. يعني إيه؟ يا جماعة الجاسترينوما لما بتطلع بص هحط لك ثلاثة كده ثلاث نقط، شايف النقطة ديت؟ أدي أول نقطة اللي هو الجنكشن ما بين السيستم والكون بلبر. النقطة الثانية أهي ما بين الهيب والبودي يعني عند النك. النقطة الثالثة أهي ما بين السكند والسيرد بلبر. التيومر لما بيطلع بيعمل لك انفلتيشن لكل اللي أنا حاطه قدامك.
يعني ايه؟ يعني الكيما لما بيطلع بتلاقي عامل انفكتيشن بيضرب ويكون موبايل بط بتلاقي المنطقه دي كلها كده كلها عباره عن كيما. هو ده الجاسترينوما تراينجل. خلاص هو ده الايه؟ الجاسترينوما تراينجل ثلاثه جنكشنات. ايه ده؟ تاني اول نقطه الجنكشن ما بين السيستم والكومبايل بط. ادي اول نقطه. تاني نقطه الجنكشن ما بين الهيد والبط يعني النت. ثالث نقطه الجنكشن ما بين السكند والايه؟ والسيرد بط. ادي الجاسترينوما تراينجل. قول لي يا ولد فين انت بيكشر بتاع العمال؟ خلاص انا خلصت النبي الجاي ده كله انا خدته قبل كده. ها؟ هيجيب ايه؟ ضفتك قلص صح؟ فالدنيا بهواه في المذكره زمان ضفتك قلص قلت لك هاوس وسسبكت ورينجا وايلسون سندروم فاكر الست حاجات اللي قلت لك المفروض هم مكتوبين عندك دلوقتي تاني اهو بس انا ايه خدتها قبل كده. ايه هم الست حاجات دول؟ ها؟ هنا انا بتكلم على كلينيكال عيان جاي لي كلينيكال بيشتكي من بنت الالسر هاو تو سسبكت ان ذا زولينجا مالتو ها ابنورمال سايت ها ريكارد بيرسيستا اكستيمو ذا ايج. بص الفيمن ست حاجات اهو مكتوبين عندك كده. طيب فاكرين في الانفستيجيشن بشخص ازاي؟ اه خدتها قبل كده. ها ازاي تشخص زولينجا لسه صدق لما جيت قلت لك الجاسترين ده لسه قايلها المره الجاسترين اقوى من كام يا جماعه؟ اقوى من 500 صح؟ التريتمنت بتاعك كده على ايه؟ انت اللي بتغلط. بس راح عليا راح عليا بقى انا بصيت لك هناك ولو تيومر هنا يبقى حلها ان انا اعمل ايه؟ اشيل التيومر صح؟ بس للاسف شايف التيومر عامل ازاي؟ التيومر ماسك بكل حاجه في الغالب اللي عندها ان اوفرول فبالتالي هروح اعمل له ايه؟ توتال جاستريك. سيب التيومر زي ما هو مش هعرف اشيله واروح اشيل الاستومك. يا سلام اشيل الاستومك النورمال؟ اه ما هو مشكله التيومر ده ايه؟ بيطلع ايه؟ ايه؟ جاسترين. الجاسترين هيروح يشتغل على مين؟ على الاستومك عشان يطلع مين؟ اتش سي ال. انا لما اشيل الاستومك الجاسترين هيطلع هيشتغل على حاجه؟ روح العبيط بعيد قوي. خلاص مش هيشتغل على حاجه بس ده امتى؟ امتى؟ لما انا ما اعرفش اشيل التيومر، بس القصد المفروض ايه؟ اروح اشيل التيومر. عرفت اشيل التيومر خير وبركه، ما عرفتش اروح اعمل توتال جاستريك، وده اللي كانت مكتوبه زمان في الدكتور الارز. ذا اونلي انديكيشن اوف توتال جاستريك اللي في الدكتور الارز كان ده. الجاستريوم. خلاص يا جماعه؟ ده الجاستريوم. فين الدنيا مع اسمه الجاستريوم؟ اشطب على بقيه البنكرياس. صفحه؟ اه. ايه الاسبرين كميه الاسبرين اللي معاك في 20. بصوا بقى اهم سؤال في الاسبرين اكتب كده ابشر اسبرين مش موجود عندك في المذكره مش موجود عندك ما تدورش عليه مش موجود عندك وخد بالك ابشر ليفر ما خدتوش برضه لو تلاحظ ان في موضوع اسمه ابشر ليفر انا ما خدتوش خلاص الاثنين دول هاخدهم مع المذكره الثالثه في الجنرال في شطه كده اسمه تروما، تروما بتاع كل حاجه، تروما بتاع ليفر، بتاع اسبرين، بتاع ابدومين، خلاص؟ اهم سؤال في الاسبرين هو ابشر واسبرين، اللي هو مش عندك مثلا. طيب، عندك في المذكره هنا حاجتين اتنين بس في الاسبرين، اناتومي اوف اسبرين واسبرين اوميجا. اناتومي اوف اسبرين يجي لك في النظري ضعيف جدا. ضعيف، اناتومي اناتومي ضعيف، يعني سؤال ضعيف في الامتحان، ولكن شفوي يعني ممكن. على اساس يعني يقول لك ولا دائيه ولا اسبرين يا ولد فاكرين السيب سنات بتاع الاسبرين؟ ها؟ 9 و10 و11 صح؟ مش كده؟ ايه البلاصه بقى بتاع الاسبرين يا شاطر منك لو اسبرينك ارض طالع منين يا حبيبي؟ طالع من السيليا بتاع طول اللي فرشات السيليا ادي اسئله الشاطر دخلت حاجه ثانيه خالص اسبرينك فين يا ولا رايح فين؟ ها؟ رايح يتحد مع مين؟ مع سوبريو ومزنتريك صح؟ عشان يعمل مين؟ بوتال بين تعرف تقول لي فرشات البوتال بين؟ اه وانت دخلت بوتال هايبر تنشن دي اسئله الشاطر على فكره هي كده خلاص؟ يعني من الاخر انا انتم مستثمرين عايز تقرا هو اصلا كله معلومات قديمه لا مؤاخذه. خلاص؟ دي الشفر. طيب عندك موضوع تاني اسمه سبلين وميجري. ده مش نظر. ده مش نظر يا جماعه. ده مش نظر. فاكرين جامع المجامع؟ فوق الكلمتين في جامع المجامع انا هقول لك هنا عشان ايه؟ عشان الشفر برضه. عشان يقول لك ولا ايه الكوزز اوف سبلين وميجري يا ولد؟ ها؟ يلا كلمة حكيم صح؟ هتجيلي عارفين حكيم صح؟ طب قول لي كوزز اوف هيوج سبلين وميجري ها؟ ها فاكرين الكوز اوف يوجز قول لي 2 3 والنبي ما تقولي 10 بلاش تقولي للدكتور ارقام ها ايه الكوز اوف يوجز 2 وميجا قول لي سلامين او 3 من اللي عندك ها سلامين
توتال هايبرتنشن الاول. اعذرك يا راجل توتال هايبرتنشن موضوع الجرحه بتاعي هو بيسالك عشان يدخلك في توتال هايبرتنشن. بس توتال هايبرتنشن ثلاسيميا بالهاليزيزيس كلا ازار ما اعرفش ايه مش كده؟ قول لي يا ولا منك لوب ايه الفرق ما بين السبلينك سويلنج ورينال سويلنج؟ ايه الكلينيكال ازاي الفرق ما بينهم؟ ايه يعني من الاخر الفيديو اللي عندك ده شفوي 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 بحت مش اي حاجه ثانيه خلاص. يعني من الاخر ما يتفتحش لان معاك ان ولا اي حاجه انا مكتوب عليها شفوي هتتفتح صح؟ طيب في عندك حاجه اسمها هايبر سبرينس مش شفتوها اشطب عليه خالص لان الكلمتين او السؤال اللي من الوحيد اللي سالته هايبر سبرينس انا جاوبت عليه في النقطه هايبر تنشن اللي هم الخمسه كرايتيريا خلاص؟ اشطب على هايبر سبرينس خلصت ازاي؟ مين يكمل كل شغله كل اسبوع؟ طيب بروتينيا اند ميزنتري الشرط ده هو سؤال واحد بيجي في الامتحان. انا شطبته انا عارف انا عارف وانتوا قطعوه ايوه والله انا عارف هو سؤال وحيد جه قبل كده مرتين اثنين اثنين مرتين اثنين حاجه فظيعه. السؤال جالهم دياجنوزس اوف بولتونايتس اول مره جه السؤال ده لقيت الطلبه طالعه تعيط كنت عايز اقلع على التجليه والضهر. بوتونايتس ايه هي؟ فانا 100 مره خدت بوتونايتس ده انا خدتها في البوكيت الدكتور خالصه صح ولا غلط؟ مش كده؟ ما تسالكيش عارف بيقول ما خدتهاش ما خدتهاش ما ذاكرتش الشرطه ده تكنيله هو فعلا يا جماعه هو السؤال الوحيد اللي كان بيجي بقى له 100 سنه دي دياجنوزس اوف بوتونايتس. بس دايما انا بقول للطالب ما تذاكرهاش من هنا انا مذاكرها في البوكيت الدكتور خالصه اصلا صح ولا غلط؟ بس عايز تقراها من هنا عايز تقراها من بيت القصر غلط. امال ما عدا ذلك في الشرطه كله عايز تعمل في ايه؟ يتقطع يتقطع معنى كلمة يتقطع مش الشطط يتقطع خلاص؟ ادي الدوتريوم اند ميزن باقي لي شطة انا ما عندي حاجة اسمها جي ار تي بليدنج ده مش هيتفتح دلوقتي خلاص؟ ده بيجي فيه سؤال مهم على فكرة اللي هو بليدنج دلوقتي خلاص بس مش دلوقتي كده جي ار تي بليدنج جي ار تي بليدنج كده اجازة الراوند بقى الناس اللي عمالة عايزة تقول اجازة اجازة اجازة